النادي الاهلي بيسعى لهذه البطوله. عايز اقول انه بعض الناس او بعض الجماهير بتقول انه المباريات اللي جايه ممكن تكون او مستر مسامي ما بيفكرش بشكل كبير في الدوري. لا، النادي الاهلي كل بطوله خاصه بطوله الدوري من اهم البطولات اللي بيلعب عليها النادي الاهلي. تمام. وبالتالي مجلس اداره النادي الاهلي يعني بيحسم هذا الموضوع مستر مسامي انه لابد انه يحصل على فرصة. هذه البطوله ان شاء الله. طيب طبعا اللقطات اللي حضراتكم شايفينها على الهوا دي كابتن للجنة الكرة كلها تقريبا كابتن زكريا ناصف كابتن محسن صالح طبعا ده طبعا لقطات بس مباشر ده على الهوا مباشره من داخل ملعب المختلط هيتش في النادي الاهلي. هي جوله كده تفقديه حضراتكم عارفين زي ما كنت بكلم مع زميلي شريف شعبان اللي نقل لنا تفاصيل او يعني معالم تمرينه النادي الاهلي النهارده وكان بيكلمنا على انه في حاجات بتحصل في ملعب التتش تطوير منظومه الاضاءه في الملعب اعتقد كمان في تطوير للمدرجات وتطوير ان يكون في باركنج للاعبين وتطوير لارضيه الملعب طبعا يعني خليني بس اقول حاجه في حق هذا الرجل كابتن محمود خطيب. يعني الحقيقه يعني رغم الالام اللي بيشعر بيها ورغم التعب الشديد اللي بيشعر بيه كابتن خطيب، ولكن يعني وجوده في كل مباراه للنادي الاهلي النهارده في هذه السفريات الصعبه جدا في افريقيا او لتونس او هنا اعتقد انه بيدي دوافع كبيره جدا للاعبين وبيدي احساس كبير جدا للاعبين انه انا النهارده لازم افوز. مفيش في كره القدم كده، ولكن الاصرار والدوافع اللي عندك جوه طول ما انت بداخلك، يعني طول ما انت شايف واحد من رموز الكره الافريقيه هو رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، ورغم كل التعب اللي هو موجود فيه النهارده موجود معانا في كل مكان وفي كل لحظه سواء في التدريبات او في المباريات. اعتقد ان ده بيدي دوافع كبيره جدا وبيجدد الدوافع لدى اللاعبين وقربه منهم بشكل كبير جدا بيفرق كتير جدا. يا احمد انا بشكره جدا الحقيقه وبتمنى انه يعني انه يكون بيشعر دلوقتي شويه يعني بطعم الفوز وبطعم النصر لانه ظلم كتير جدا الفترات اللي فاتت واتهم بشكل كبير جدا من كل من ناس كتيره جدا. الحقيقه اتمنى النهارده ان كابتن خطيب يكون سعيد من داخليا على الاقل بهذا النصر وهذا الفوز على مستوى الفني ومستوى تحقيق الانتصارات للنادي الاهلي وكمان على مستوى المعنوي اللي بيشوفه النهارده من كل جماهير مصر. كابتن خطيب من قد ايه يا كابتن اشرف؟ كابتن خطيب يمكن 30 سنه اعتقد دلوقتي اكثر من 30 سنه يمكن وما زال. انا عايز اقول لك الجيل الجديد اللي ما شافش الخطيب في الملعب يدرك تماما قيمه. انا مش بكلمك على يعني طبعا كل رؤساء النادي الاهلي على مدار التاريخ اللي انا شفتهم او اللي انا يعني عرفتهم وعرفت مدى تاثيرهم ومدى بصمتهم على النادي الاهلي زي صالح سليم، حسن حمدي، باشمهندس محمود طاهر وكابتن محمود الخطيب بالتاكيد ليهم دور. لكن دور اللاعب الاسطوره محمود الخطيب مع فرقه الكوره في النادي الاهلي، الكابتن خطيب على فكره موجود مع كل الفرق، احنا دايما هنا في القناه بنتابعه وبنشوفه في كل اللعبات الاخرى مع فولي مع باسكت رجال سيدات حاضر دايما صحيح. لكن سيبك بقى من دوره كرئيس للنادي الاهلي، دور محمود الخطيب انا عارف يعني ايه احساس لعيب الكوره وكابتن محمود الخطيب واقف بيكلمه قبل مباراه مهمه وانه ده قد ايه حافز ودافع كبير جدا ليه للاجاده وانه يحقق المطلوب. طبعا حجم وقيمه كابتن محمود خطيب بتفرق كتير جدا مع اي لاعب في الدوافع وفي ازاي انه يبقى موجود بشكل يليق باسم النادي الاهلي وانه موجود امام النادي الاهلي. انا لو مصاب وكابتن خطيب طلب مني هنزل الملعب. انا عايز اقول لك ان ده بيفرق كتير جدا ورجعتني يمكن اكتر من 30 25 سنه ولا حاجه وانا لسه ببتدي في النادي الاهلي. اول مباراه ليا في اول معسكر مع النادي الاهلي كابتن محمود خطيب كان لسه يا دوب معتزل وكان يعني خلاص يعني يا دوب بيعتزل كرة القدم في النادي الاهلي وكانت اول زياره لي كنت انا وهشام حنفي في غرفه واحده. واعتقد انه يعني وجوده على الباب بس على باب الغرفه عندنا وانه بيدخل لنا وبيقول لنا شد حيلكم دي اول مباراه وتبقوا موجودين ازاي في النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي موجوده في اسم كابتن محمود خطيب اعتقد ان ده بيفرق كتير جدا. فرق معانا بشكل كبير جدا نفسيا ومعنويا وقتها وده اعتقد انه السمه اللي موجوده دلوقتي في فريق كره القدم في النادي الاهلي وكل اللعبات الاخرى. انا لو يعني بكلمك كجمهور واحد من جماهير النادي الاهلي انا حبيت كتير قوي من نجوم الاهلي وعشقت كتير من جماهير من نجوم النادي الاهلي وزعلت على ان هم في لحظه من اللحظات كان لازم يسيبونا لكن ما زعلتش ابدا وما تاثرتش ابدا وما كانش في حزن حقيقي جوايا
زي اليوم اللي قرر فيه كابتن خطيب ان هو طبعا يسيب الملعب. يعني مسيره طويله جدا طبعا, مسيره طويله جدا يعني وعظيمه جدا, والحقيقه كلنا بنفتخر بكابتن محمود خطيب. اعتقد انه يعني حب الناس لكره القدم اعتقد من 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 واحد من علامات كره القدم كابتن محمود خطيب, يعني من قاعده عريضه من جماهير النادي الاهلي. صحيح. كان سبب فيها كابتن خطيب واجيال طبعا واسماء كتيره, ولكن كابتن محمود خطيب يعني بالمهارات الكبيره جدا والاهداف العظيمه. انت النهارده لما بتفرق كتير جدا, فتح عينك على كوره. يعني الشباب النهارده اللي عنده 7 و8 سنين بيبتدي يفهم يعني ايه كوره, او يحب كوره, او يلعب كوره, ويشوف نادي زي النادي الاهلي بيوصل بطوله كاس عالم وياخد ويلعب مع بايرن ميونخ ويكسب بالميراس ويبقى بطل افريقيا ويوصل لتاني طبيعي جدا, وده بيزود القاعده صحيح. الجماهيريه اللي طالعه عليك صحيح. ده اضافه للقاعده العظيمه بتاعه النادي ده. صحيح ده صحيح. يعني يا ربنا طبعا يديله الصحه ويبارك في عمره كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره بالكامل وهذه المنظومه المحترمه اللي مستمر احمد, لان ده مهم جدا الحقيقه ان الناس تعرف ان الاستمرار على القمه محتاج مجهود كبير جدا جدا جدا, اهم من انك تاخد بطوله وتبعد. الاستمرار ده محتاج مجهود كبير جدا والعمل والشغل بجد واجتهاد طول الوقت. اتمنى ان شاء الله انه يعني التوفيق الفتره اللي جايه ان شاء الله النادي الاهلي في المباراه اللي جايه, مباراه صعبه كمان مباراه بيراميدز. هرجع لك تاني لانه مجموعه اللاعبين الموجودين صحيح في انشغال بسبب الظروف اللي موجوده, ولكن مجموعه اللاعبين الموجودين في بيراميدز الحقيقه جيدين جدا, والنادي الاهلي هيبذل مجهود كبير جدا جدا ان شاء الله عشان نتخطى هذه المباريات. كل التوفيق ان شاء الله النادي الاهلي المباراه اللي جايه باذن الله. نقلت معاك سريعا لكايزر تشيفز, شايف الفرقه دي ازاي وصولها بالنسبه لك نهائي البطوله؟ يعني كانت كل الناس على فكره انا قلت انه كايزر تشيفز هيكسب الوداد على عكس كل توقعات الناس اللي شايفه ان الوداد كان توقع غريب ده. يعني في كره القدم يعني صعب جدا التوقعات, ولكن توقعك ده من اغرب التوقعات. هو مش توقع بس خصوصا كمان انه الفريق على مستوى النتائج, بس ناس كتير جدا كانت بتشكك في امكانيه الفرقه دي. وانا شايفها فرقه كويسه الحقيقه, لعبت ماتشين في منتهى السوء متفق معاك تماما, وكانتش تستحق التاهل على الاطلاق. بس انا بشوف كايزر تشيفز من الفرق اللي بتلعب كره حلوه. يمكن في تراجع في المستوى في الفتره الاخيره, لكن كان املي كمان انه انا ما كنتش عايز العب مع الوداد على ملعبه في مباراه النهائي. يعني وجود الماتش بتاع النهائي في المغرب خلاني مش حابب اقابل الوداد. طبعا بيفرق فرقه ثانيه, اقابل فرقه ثانيه او العب مع الوداد في اي ملعب ثاني ما عنديش مشكله, لكن ما العبش الوداد. يعني اتفق معاك, لما طبعا دي بتسهل الامور. يعني يعني النادي الاهلي طبعا يعني يواجه اي فريق في اي مكان, ولكن بتسهل الامور كتير انك بتلعب مع فريق مش على ارضه, مش وسط جمهوره. الدوافع والحافز عندهم بيبقى اكبر بالتاكيد. ولكن كايزر تشيفز من الفرق الغريبه, من الفرق الاب اند داونز. يعني مفيش توازن او بالانس في ادائهم. مباراه تلاقيهم عالي جدا, مباراه تلاقيهم 4-0 يرجع يخسر منهم 3-0. يعني دي الفرق اللي ممكن بتلعب بشكل عشوائي شويه, ودي تقلق. أوكي. يعني الفرق من الفرق اللي تقلق فعلا, انه حتى تصريحات مستر موسيميني انه كايزر تشيفز من الفرق الغريبه شويه, واللي كان بيتكلم على ده فعلا ما تعرفش تقراها ما تعرفش تقراها بشكل جيد. وما تتوقعش ممكن ادائهم, يعني ده متوقف على طريقه ادائهم في المباراه دي النهارده ممكن تبقى حالتهم عامله ازاي, وده يقلق جدا ويخوف جدا, لان ممكن تكون حالتهم من افضل الحالات, وممكن تبقى حالتهم بعيده جدا. ده محتاج انك تبقى جاهز بشكل كبير. بس